بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء، راح نكمل مع بعض بموضوع الهندسة التحليلية أناليتيك جيومتري. وصلنا لموضوع المستقيمات دوز لامدي دو رولار، إذا المستقيمات في المستوي. أهم موضوع لما بدي أدرس أنا موضوع المستقيمات راح يهمني كتير موضوع اللي هو الميل، ميل المستقيم. طيب أول شيء لأحدد ميل المستقيم لازم أعرف زاوية ميله. زاوية ميل المستقيم هي مناخدة ما بين المستقيم ومحور الأفقي أو محور الإكس. لاحظوا مثلا بهذا المثال المستقيم دي، هذا المستقيم المرسوم باللون الأحمر، راح أخذ زاويته مع المحور إكس. لاحظوا الزاوية باخذة بالاتجاه الموجب للدوران، نحن مثل ما بنعرف عكس عقارب الساعة. فإذا زاوية الميل هي الزاوية ألفا، هي زاوية الميل. طبعا قيمة الميل هو التانجان الزاوية ألفا. هلا راح نشوف كيف بينحسب. لو كان عندي المستقيم بهذا الشكل بلاحظ انه زاوية الميل كيف صارت، هاي هي زاوية الميل. لاحظوا صارت هون زاوية منفرجة. شباب اذا تانجان الزاوية بس كانت الزاوية مثل ما اخذنا بالتريجونومتري، بس كانت الزاوية فوق 90 بصير التانجان سالب، يعني بتكون هذاك الوقت بالإكينجي بولجي، الزاوية بالإكينجي بولجي بيطلع عندي التانجان سالب. اذا هون بالبرينجي بولجي الزاوية دار اتش، زاوية حادة، بيكون عندي التانجان موجب، اذا هذا المستقيم ميله موجب، بينما هذا المستقيم ميله سالب. شباب من تطليعه ممكن انا انتبه للمستقيم انه انا اذا عندي مستقيم وكل ما مشيت مع اتجاه محور الاكس بلاحظ المستقيم عم بيطلع بطلوع، فهذا المستقيم ميله موجب، بينما هذا المستقيم كل ما عم بمشي باتجاه محور الاكس بلاحظ هو عم ينحدر عم ينزل بنزول، فاذا ميله سالب. بالنسبه للمستقيم اللي بيكون افقي، المستقيم الأفقي زاويته مع محور X لا يوجد زاوية، هو منطبق على محور X، فإذا الزاوية صفر، وأنا بعرف إنه تانجان الزاوية صفر هو صفر، فإذا هذا المستقيم ميله صفر. بينما هذا المستقيم بهالحالة هو يعامد محور X، فإذا زاوية الميل أصبحت عندي زاوية قائمة. إذا بلاحظ هون الزاوية زاوية قائمة مع محور X، وأنا بعرف تانجان 90 تانمسز، إذا هذا ميله غير معروف تانمسز. إذا المستقيم الأفقي ميله صفر، المستقيم الشاقولي ميله تانمسز غير معين. شباب مثل ما حكينا قبل شوي إنه أنا ميل المستقيم يحدد بتانجان الزاوية اللي بيصنعها مع محور الإكس. لاحظوا أنا عندي مستقيم، هذا المستقيم ده، هذا المحور إكس وهذا المحور واي. بلاحظ الزاوية هون زاوية المستقيم مع محور إكس هي تيتا. طيب أنا عندي نقطتين مثلا، أي نقطتين معلومتين ما بيهمني شباب، من أي نقطتين معلومتين على المستقيم بإمكاني أنه أحسب ميل المستقيم. طيب فرضا لو أنا اخترت النقطة A والنقطة B، هدول النقطتين مثلا إحداثيات معلومة عندي. لاحظوا النقطة A X1 و Y1، بينما النقطة B إحداثياتها X2 و Y2. فأنا إذا شكلت مثلث بهذا الشكل، بما انه هذا الخط افقي يوازي محور اكس، فاذا هاي الزاويه بالتناظر او من اليون داش اتشلار، اذا بالتناظر راح تكون هي نفس زاويه الميل الزاويه تيتا. طيب انا بدي تانجان الزاويه تيتا، الميل قلنا هو تانجان الزاويه ستة، تانجان الزاويه تيتا عفوا. فاذا الكارشه باخذ الكارشه على الكومشو. طيب هذا الطول الكارش منين بجيبه؟ البي لاحظوا واياتها هي كان واي 2، بينما النقطة H واياتها هي واي 1، فالفرق ما بين واي 2 ناقص واي 1 هو عطاني الطول الكارش، إذا واي 2 ناقص واي 1. بينما الطول الأفقي لاحظوا بدي هذا الطول الأفقي، أنا من هون لهون عندي إياه هو X2، لاحظوا من O لهون X2، بينما من عند A لعند المحور Y هو المسافة X1، فالفرق بيناتهم هو راح يعطيني المسافة AH، إذن X2 ناقص X1. فإذن شباب الميل يحسب تانجان الزاوية الكارش اللي هو Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1. إذن بحفظ القانون أو ما بده يعني بسهولة جدا، الميل أو اللي هو الإيم بيساوي تانجان الزاوية تانجان زاوية الميل ويساوي فرق الوايات على فرق الإكسات. إذا شباب دوما الشاقولي على الأفقي، إذا الخط الشاقولي هذا منين بحصل عليه؟ من فرق الوايات تبعون النقطتين تبعون الأ والب. إذا واي 2 ناقص واي 1 على إكس 2 ناقص إكس 1. حتى شباب لو أنا بدلت بالترتيب، يعني أنا لو حتى كتبت لو مثلا قلت واي 1 ناقص واي 2،
طبعا لازم التزم كمان نفس القصة، اكس واحد ناقص اكس اثنين ايضا بيطلع الامر صحيح، يعني هون تنعكس الاشارة وهون تنعكس الاشارة، فما في اي مشكلة انه مين اخذت الترتيب، يعني اخذت A قبل B ولا B قبل A، ما في مشكلة. اذا بس بحفظ بهذا الشكل القانون، الميل هو فرق الوايات على فرق الاكسات، بس بنفس الترتيب بدي امشي. في عندي هون مثال عم بيعطيني النقطة A احداثياتها ناقص 3 4 والنقطة B احداثياتها 2 9، عم بيقول لي نقطة لارندانجا تشان دورون ايمي كاستر، بده ميل المستقيم المار من هدول النقطتين. فإذا تطبيق مباشر على القانون، إذا الميل اللي هو قلنا تانجان الزاوية إنه هو فرق الوايات، بإمكاني آخذ 9 ناقص 4، 9 ناقص 4 على 2، لاحظوا إكسات النقطة ب 2 بدي أطرح منها إكسات النقطة هي اللي هي ناقص 3. طيب 9 راح 4 راح يعطيني 5 على 2 ناقص الناقص 3، إذا الناقص ضرب الناقص صارت زائد 2 زائد 3، إذا على 5 فالميل 1. شباب بما إنه الميل 1 أنا بعرف مين الزاوية اللي تانجانها بيعطيني 1، الزاوية هي 45، طبعا ما له مطلوب مني، لكن إذا أنا بتخيل إنه إذا هذا محاور الإحداثيات، هذا محور X هذا محور Y، فالمستقيم طبعا أنا ما بعرف من وين بده يمر، بس بشكل عام ميله بيصنع زاوية هون 45 درجة. طيب بالمثال الثاني عم بيقول لي في عندي A احداثياتها ناقص 1 2 و B احداثياتها 3 4 و J احداثياتها 5 و K ال Y تبع النقطة J ما عاطيني اياها. طبعا بيقول لي نقطة لر دوروسال اولدوناغوري، عم بيقول لي اذا علمت انه هدول النقاط هن دوروسال، دوروسال يعني على استقامة واحدة. ف K كاتشتر، شباب بس كان عندي عدة نقاط، نقطة هون ونقطة هون ونقطة هون على استقامة واحدة، فإذا أنا حسبت الميل ما بين مثلا خليني أقول بين أول نقطتين، إذا حسبت الميل هذا عملت مثلث ميل وحسبته، نفس الشيء تماما راح تطلع معي النتيجة نفس الأمر تماما إذا حسبته هون، فما في أي مشكلة. إذا أنا خليني أحسب ميل هذا المستقيم ما بين النقطتين الـ A والـ B، إذا الميل يساوي قلنا فرق الوايات 4 ناقص 2 على 3 ناقص ناقص 1، إذا على 3 يعني صارت زائد 1، 4 راح منها 2، إذا 2 على 4 يعني الميل طلع نص. طيب شباب أنا عرفت إنه الميل نص، هلأ فيني آخذ ما بين B و J. طيب لو أنا حسبت الميل ما بين B و J بهذا الشكل بلاحظ فرق الوايات، إذا K ناقص 4، إذا K ناقص 4 على 5 ناقص 3 على 5 ناقص 3 لازم يساوي الميل اللي أنا حسبته قبل شوي اللي هو نص. طيب طبعا 5 ناقص 3 هذا 2، إذا فصار عندي هاد 2 راح مع هاي الاثنين، إذا بقي عندي K ناقص 4 بيساوي 1، إذا K ناقص 4 بيساوي 1 معناتها الـ K طلعت معي 5. رح ننتقل لموضوع معادلات المستقيم، إذا دورو دينكليم ليري، إذا معادلات المستقيم. شباب بالنسبة لمعادلة المستقيم أنا بإمكاني أكتبها بأحد شكلين تاليين، إما إنه أكتب y يساوي m ضرب x زائد b، يعني أخلي y موجود بجهة و x ورقم يعني و x وأمثاله وعندي رقم آخر موجود بجهة ثانية، أو بإمكاني أخلي كل القيم بجهة وبتساوي الصفر بالجهة الثانية. إذا الشكلين هدول اثنيناتهم هن شكل يعني شكلين لمعادلة مستقيم. بنتبه لأمر جدا مهم إنه بمعادلة المستقيم y لازم تكون من الدرجة الأولى و x أيضا من الدرجة الأولى. إذا بمعادلات المستقيم x و y من الدرجة الأولى، يعني ما في عندي تربيع ولا مكعب ولا شيء أبدا. إذا أو a ب x زائد b ب y زائد j يساوي صفر، إما هذا الشكل أو هذا الشكل. طيب شباب بهذا الشكل مباشرة القيم عندي m المضروبة ب x هو الميل، لاحظوا y يساوي m ب x زائد b، مباشرة ال m هي بتعطيني قيمة الميل و b بيعطيني نقطة تقاطع هذا المستقيم مع محور وايات. يعني لاحظوا شباب لو أنا مثلا عندي فرضا كان عندي معادلة y بيساوي 2 x ناقص 5، من هذا الأمر بستدل إنه ميل المستقيم 2، إذا رأسا بقول الايم لهذا المستقيم هو 2 وناقص 5، هي شايفينها هي نقطة تقاطع مع محور وايات، يعني إذا هذا هون هذا محور الإكس وهذا محور الواي،
مع محور الواي عند قيمة ناقص 5 راح يمر المستقيم من هاي النقطة أكيد. ميلو 2 إذا بهذا الشكل راح يطلع عندي. طيب لو أنا أعطيت معادلة بالشكل هاد بهذا الشكل، إذا A بي إكس زائد B بي واي زائد جي يساوي الصفر، كيف بحسب الميل؟ بحسب القانون، الميل من القانون إنه الميل يساوي ناقص A على B، يعني أمثال إكس هو الA وأمثال واي هو البي، فالميل باخده ناقص أمثال إكس على أمثال واي، أو الكات سي تبع الإكس على الكات سي تبع الواي، لكن في إشارة سالب. بنشوف بالمثال هاد يمكن يوضح الشكل، يمكن يوضح هاي الفكرة. في عندي هون مثال عم بيقول لي 4x ناقص 2y زائد 8 بيساوي الصفر، دور سنون ايمي كاستر، بده الميل. فمباشرة بقول الميل يساوي معاكس امثال x، امثال x 4 اذا معاكسة، ناقص 4 على امثال y، امثال y هون عندي هو ناقص 2. طيب ناقص على ناقص بيطلع الاشارة موجبة، 4 على 2 اذا الميل طلع 2. بهذا المثال عم بيقول لي عندي النقطة A 2 3، ال B 4 2، ال J 1 A 1 عفوا I ندور üzerinde olduğuna göre A kaçtır. إذا هذا مثال شبيه بالمثال اللي قبل شوي حلينا منه. إذا أنا رح أطالع الميل بين أول نقطتين، إذا فرق الوايات مثلا خليني آخذ 2 ناقص 3، إذا قلنا 2 ناقص 3 على فرق الإكسات 4 ناقص 2. 2 ناقص 3 يعني ناقص 1 على 4 راح منها 2 اذا 2، اذا الميل طلع ناقص 1 على 2. هذا لازم نفسه يساوي، خليني اخذ بين هون 1 ناقص 2، 1 ناقص 2 على A ناقص 4، اذا A ناقص 4 وهذا يؤدي. طيب شباب هون ناقص 1، هلا 1 ناقص 2 كمان ناقص 1، فاذا هاد اختصر مع هاد، معناتها هدول التحتانيات مثل بعض، إذا معناتها الـ A ناقص 4 بيساوي 2، معناتها الـ A يساوي 6. في عندي هون مثال عم يعطيني، عم بيقول لي دينك لمية شتر 3 ناقص A بـ X زائد A olan doğrunun eğim açısı geniş açı olduğuna göre، عم بيقول لي إذا علمت إنه هذا المستقيم زاوية ميله هي geniş، يعني زاوية إذا منفرجة. طيب A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? İzen biddu azgar kıyme sahiha li A eddeş mümkün tkun. Şebab ben tebih lehadel mevdu anna huve an bi illi zavit meylu geniş açı. Geniş açı zaviye munferice. Nihne bnaarif zaviye bes cavaz et 90 bitla al meyl salim. İzen ma'nata tanjan alfa rah ikun salim. طيب شباب انا بهذا الشكل، هذا هون عندي مباشرة قلنا لاحظوا انا عندي y تساوي M مضروب ب X زائد B بهذا الشكل، قلنا الـ M أمثال X هو الميل، فأنا إذا معناتها شباب عندي الـ 3 ناقص A هذا اللي هو الميل لازم يكون سالب، إذا لازم يكون أصغر من الصفر. طيب ننقل الـ A لهالجهة، إذا صار عندي A أكبر من الـ 3، إذا الـ A أكبر من 3 أرقام صحيحة، يعني ممكن يكون 4 5 6 7 إلى آخره، هو بده أصغر قيمة وعدد صحيح، إذا A بيساوي 4، إذا أصغر قيمة بعدد صحيح هو 4. طيب في عندي هون عم بيقول لي دينك لمي إكس ناقص جذر 3 واي زائد 3 بيساوي 0 أولان دورونون إيم أتشسنن أولتشسو كاتش درجة دير، بده زاوية الميل قديش كم درجة. شباب أول شيء خليني أحسب ميل هذا المستقيم، بلاحظ أنا هذا المستقيم هاتيني إياه كاتب لي إياه بشكل معادلة A بX زائد B بY زائد J يساوي صفر. لاحظوا من الشكل الثاني من المعادلة، أمثال X لاحظوا ما في رقم معناتها واحد، إذا معناتها الـ A بيساوي واحد، الـ B شو هو الـ B؟ الـ B عندي ناقص جذر الثلاثة. طيب بنتبه لموضوع شباب، أنا عندي الميل، قلنا الميل شو بيساوي؟ معاكس أمثال X يعني ناقص واحد على أمثال واي اللي هو ناقص جذر الثلاثة، إذا هو واحد على جذر الثلاثة. طيب شباب أنا إذا صار عندي تانجان الزاوية ألفا يساوي واحد على جذر ثلاثة، مين هي الزاوية اللي تانجانها واحد على جذر ثلاثة؟ إذا ألفا تساوي 30 درجة. شباب في عندي موضوع إنه أنا إذا كان عندي مستقيم، إذا مستقيم يقطع محاور الإحداثيات، لاحظوا مثل هذا المستقيم ده يقطع المحور X في النقطة A
إذن ويقطع المحور واي عند نقطة إحداثياتها ب، يعني إحداثياتها هذا الطول من O لهون لعند هاي النقطة كلياته A وهذا ب. فكيف بأوجد معادلته؟ بأوجد معادلته من خلال هذا القانون، إنه X على نقطة التقاطع مع محور الـ X زائد Y على إحداثيات نقطة التقاطع مع محور Y يساوي 1. بلاحظ هون في عندي تطبيق مباشر على هذا الأمر. إذا هون عندي عم بيقول لي شكل ديكي دورو دينك لميني يازنز، اكتب لي معادلة المستقيم المار بهذا الشكل. إذا بنتبه شباب مباشرة تطبيق مباشر على القانون، X على لاحظوا مع محور الـ X وين تقاطع؟ عند النقطة 6. إذا X على 6 زائد Y على 4 يساوي 1. طيب شباب خليني أوحد مقامات، هون راح أضرب بـ3 وهون راح أضرب بـ2، فصار عندي 2X زائد 3Y والكل المقام المشترك صار هون عندي 12 يساوي 1. فإذا صار عندي إذا 2X زائد 3Y بيساوي 12. إذا حبيت أكتبها بالشكل هذا، إذا بنقول كل الجهات كل يعني كل الحدود بخليها بجهة واحدة، إذا صار عندي 2X زائد 3Y ناقص 12 يساوي 0. إذا هاي المعادلة المطلوبة مني. بقيت عندي فكرة، عم بيقول لي إذا كان عندي مستقيمين دي واحد ودي اثنين، هدول مستقيمين متعامدين، إذا دي بي بتكتر دي كي إسي، إذا كان المستقيم الأول يعامد المستقيم الثاني، فراح يكون عندي جداء الميلين لهدول المستقيمين يساوي ناقص 1. إذا ميل المستقيم الأول ضرب ميل المستقيم الثاني بيساوي ناقص 1. طيب منشوف في عندي هون تطبيق على هذا الأمر، عم بيقول لي 3x ناقص y زائد 4 بيساوي 0، دوروسونا ديكولان دورونون ايمي كاشتر. بده ميل المستقيم العمود على هذا المستقيم. إذا أول شيء خليني أطالع ميل هذا المستقيم، ميل المستقيم قلنا معاكس أمثال x يعني ناقص 3، طبعا هذا الميل، ميل المستقيم الأول يساوي ناقص 3 تقسيم ناقص 1، إذا شو بيساوي؟ إذا الميل 3. هلأ شباب جداء الميلين أنا عندي لازم M1 ضرب M2 لازم يساوي ناقص 1، معناتها 3 راح أضربها بالميل الثاني يطلع ناقص 1. فإذا ميل المستقيم الثاني M2 بيساوي ناقص 1 على 3. بهيك بيكون وصلنا لنهاية الأمور المتعلقة بميل المستقيم. شكرا كتير لإصغائكم.